بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، افتتح الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بالبسملة، وافتتح كل سورة منها بها، والمسلم يبدأ جميع شؤونه الدينية والدنيوية بسم الله تعالى وحده. وحين نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقل بسم الله في كل أمورك، بسم الله أبدأ، بسم الله أفعل، بسم الله أقول، بسم الله أتحرك، بسم الله أنام، بسم الله أستيقظ، بسم الله أعمل، بسم الله أصلي، بسم الله أجامع أهلي، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، وهكذا. وفي هذا الحديث يروي أبو المليح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثر الدابة، فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا خلفه على الدابة، فعثر الدابة أي سقطت، فقلت: تعس الشيطان، أي شقي وهلك. فقال، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم، أي تضخم الشيطان ويصير كبيرا عظيما، لظنه أن له دخلا وتصرفا في هذا الأمر، حتى يكون مثل البيت، أي في كبره وضخامته، ويقول بقوتي، أي حدث هذا الأمر بقوتي، ولكن قل بسم الله، أي بأمر الله وقدره حدث ذلك، وبالاستعانة به يزول الخطر والشر، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب، أي صار حقيرا ذليلا. وفي الحديث الحث على ذكر الله تعالى والاستعانة به في كل الأمور، وفيه أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الشيطان أضعف من أن يضر أحد. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته كيف يتجنبون أذى الشيطان وما يضرهم في دنياهم وآخرتهم، فقال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، أي امنعوهم من الخروج في ذلك الوقت حتى تذهب ساعة من الليل، لأن هذا هو وقت انتشارهم من بداية مغيب الشمس إلى ذهاب ساعة من الليل. وكذلك أمر بإغلاق الأبواب وذكر اسم الله، لأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، فإن الله لم يعطه القوة على ذلك، وإن كان أعطاه القدرة والقوة على غير ذلك من الأمور. وأمر أيضا بإيكاء القرب، وهو شد رؤوسها بالرباط، وأمر بتخمير الآنية، وهو تغطيتها ولو بوضع عود على عرضها. فالشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء، وإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وعاء إلا نزل فيه من ذلك الداء. وأمر بإطفاء المصابيح، لأن المصابيح كانت تضاء بالنار، وكانت الفأرة تنزع الفتيل،
وتجره فتتسبب في إضرام النيران. والحديث يدل على أن الشيطان إنما يتسلط على المفرط لا على المتحرز، وفيه أخذ الحيطة والحذر من كل ما يضر. الدعاء يصرف البلاء ويعتصم به من نزعات الشيطان وأذاه. وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء يقوله الرجل عندما يجامع أهله، وهو: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم من فائدة هذا الدعاء، وهي أنه لو قدر الله تعالى ورزق ولدا من هذا الجماع فإن هذا الولد لن يضره الشيطان أبدا، أي فإن ذلك الولد يكون في عصمة الله محفوظا من الشيطان مدة حياته فلا يمسه أذى. والمقصود عدم تسلط الشيطان عليه بالكلية، وأما الوسوسة فإنها واقعة لكل أحد. عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله في أوله وآخره. فالبدء بجملة بسم الله الرحمن الرحيم يعم كل ما يصلح أن يقصد شرعا كالاستعانة والتبرك والتمجيد، أي بسم الله أستعين في أمري أو أتبرك أو أمجد بسم الله مع بدء أمري وعملي. اللهم انفعني وإياكم بما قدمت، اللهم اجعل عملي هذا من العلم الذي ينتفع به في حياتي وبعد مماتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.